ليفربول ومانشستر سيتي مباراه تحت عنوان هدايا للاخرين، ولا سيتي وبيب جوارديولا استفاد شيء، ولا ليفربول يلعب ضد استفاد شيء. اللي استفادوا في مباراه النهارده التعادل النهارده هم ارسنال وتوتنهام في تعادل النهارده. نتكلم حضرتك النهارده عن كلام كتير بقى على سيتي ولاعبين بالاخص سيتي او ليفربول ولاعبين برضه بالاخص ليفربول. نتكلم كل حاجه عن قمه الدوري الانجليزي الكلاسيكي بالكره في سيتي وفي ليفربول حضرتك النهارده. فحد ما فيش اي حاجه، اتمنى منكم الدعاء لاخواتنا في فلسطين واخواتنا في غزه، ربنا ينصرهم ان شاء الله وربنا ينصرهم على كل الاعداء الدنيا كلها باذن الله. بس ورينا نخش الحلقه. ليفربول ومانشستر سيتي مباراه تحت عنوان هدايا للاخرين، ولا سيتي وبيب جوارديولا استفاد شيء، ولا ليفربول يلعب ضد استفاد شيء. اللي استفادوا في مباراه النهارده التعادل النهارده هم ارسنال وتوتنهام في تعادل النهارده. نتكلم حضرتك النهارده عن كلام كتير بقى على سيتي ولاعبين بالاخص سيتي او ليفربول ولاعبين برضه بالاخص ليفربول. نتكلم كل حاجه عن قمه الدوري الانجليزي الكلاسيكي بالكره في سيتي وفي ليفربول حضرتك النهارده. فحد ما فيش اي حاجه، اتمنى منكم الدعاء لاخواتنا في فلسطين واخواتنا في غزه، ربنا ينصرهم ان شاء الله وربنا ينصرهم على كل الاعداء الدنيا كلها باذن الله. بس ورينا نخش الحلقه. حطني رقم واحد في القصيد. حلقه جديده من قهوه التحليل بعد غياب كبير جدا جدا جدا. نرجع تاني في قمه ليفربول ومانشستر سيتي، وهنحاول الفتره اللي جايه نبتدي نوعا ما في الدوريات سواء السعوديه او الدوريات الاوروبيه ننزل حلقات بشكل مستمر ان شاء الله. بس نسيب كل ده على جنب، خلينا نتكلم النهارده عن ليفربول ومانشستر سيتي. مباراه كانت داخلين المباراه اصلا قبل الماتش، يومين او ثلاثه في شحن المباراه في كعاده مباراه سيتي وليفربول. الدنيا كلها بتتفرج عليها، العالم كله بيتفرج عليه، العالم كله يعني مشجع ليفربول ومشجع مانشستر سيتي. فالناس كلها داخله المباراه ديت بيفكروا في حاجتين: هل سيتي قادر على الفوز على ليفربول ويتصدروا بفرق نقط نوعا ما كويس على ليفربول ويعصروا ليفربول، ولا ليفربول هيكسب سيتي في ظل ان ليفربول افضل فريق في الدوري الانجليزي من وجهه نظري، بيعرف يلاعب مانشستر سيتي ويطلب من اكثر مدربين في العالم اللي بيعرفوا يلعبوا ضد جوارديولا. فبالتالي داخلين مباراه النهارده في ده عايز يتفوق على ده. ليفربول عايز يتصدر، عايز يكسب ويتصدر ويبقى فارق نقطتين عن مانشستر سيتي. مانشستر سيتي عايز يكسب ويبعد الفرق ما بينه وما بين ليفربول على الاقل، ويحاول او يستنى الهدايا من الفرق الاخرى على ارسنال وعن توتنهام اللي هو ينفرد بالصداره. ولكن مباراه النهارده كسرت كل ده. خلينا نتكلم في البدايه على تشكيله الفريقين. الاثنين دخلوا بتشكيلات الطبيعيه بتاعتهم تماما، الأربعة 4-3-3. والنهارده ليفربول بدا باللعيبه اللي جت من امريكا اللاتينيه، في ظل ان امريكا اللاتينيه او ليفربول او يورجن كلوب متعودين عليه ان بعد التوقف الدولي على طول بيريح كل اللعيبه اللي كانت في امريكا الجنوبيه اللي هم لويس دياز ونونيز وماكاليستر. ولكن في مباراه النهارده لاعب ماكاليستر ولاعب نونيز، فبالتالي ما فيش مجال لراحه اي حد. على عكس الناحيه الثانيه، الناحيه الثانيه مانشستر سيتي بدا برده بال 4-3-3 وبدا نوعا ما بحاجات قديمه عكس الموسم ده. الموسم ده مثلا ما كناش بنشوف ستونز بينزل جنب رودري في نص الملعب او كانجي او ايا كان بيلعب بال 4 فلات عادي جدا. ولكن برده النهارده غير من فكر نوعا ما بيب جوارديولا ورجع لحاجات قديمه كان بيلعب بيها الموسم اللي فات او بدايه الموسم ده، اللي هو ايه، بيلعب بالاربعه الخلفي تمام جدا، دياز واكانجي قلوب دفاع، اكي ناحيه اليمين، ووكر ناحيه الشمال، ثلاثي في نص الملعب بيلعب بيه رودري وجنبه برناردو ومعاه فودن، وقدامهم بيلعب بيه الفاريز وهالاند ودوكو. ماشي، ده على الورق ال 4-3-3، ولكن في ارض الواقع بتتحول تماما. بتتحول تماما ازاي؟ بتلاقي اكانجي نزل او دخل في قلب الملعب جنب رودري، بقى اتنين في نص الملعب، وخلى ثلاثي خلفي اكي ودياز ووكر، والاطراف بتاعه مانشستر سيتي بقت برناردو سيلفا ناحيه الشمال وفودن ناحيه اليمين، وبيدخل الفاريس وبيدخل دوكو في قلب الملعب. طب تمام، الفاريس ودوكو خرجوا بره الملعب، هتلاقي فودن وهتلاقي برناردو سيلفا هم اللي دخلوا في قلب الملعب وهم اللي دخلوا في
الحته الاماميه، ده والليفر وده وسيتي مع الكوره. طب سيتي معهوش الكوره بيعمل ايه عشان يقفل على مفاتيح لعب ليفربول؟ سيتي كان شغله الشاغل، ويورجن كلوب شغله الشاغل، ان هو يقفل مفاتيح اللعب بتاعت ليفربول. مين مفاتيح لعب ليفربول؟ محمد صلاح وارنولد. اقفلي على صلاح، اقفلي على ارنولد، انا كده في الامان. طب تقفل على الناس دي ازاي؟ النهارده مانشستر سيتي كان بيقفل على صلاح وعلى ارنولد بثلاث لعيبه، اكي اللي هو الباك ليفت الطبيعي، واكي النهارده بالمناسبه طالما جبنا سيرته نتكلم عليه، اكي من الناس او من اللاعبين اللي قبل ما يجوا مانشستر سيتي كانوا من اللعيبه الاندر دوج، او من المدافعين الكلاسيكيين اللي ينفعوا لفرق الاندر دوج، مش اللاعب اللي تديله ادوار مركبه واللي هو يعمل ادوار مركبه في ارض الملعب وكل الكلام ده. ولكن اكي لما جه تحت قياده بيب جوارديولا لا اتغير تماما، لقيت اكي في شكل تاني، اكي بيعمل ادوار مركبه كتير، اكي بيبان ان هو مدافع المميز، المدافع اللي اتطور بشكل كبير جدا على يد بيب جوارديولا. بتشوف النهارده مثلا اكي في الحته الهجوميه، حتى في لقطه الهدف اكي مش بس بياخد الكوره الاولى، لا ده كمان بياخد الكوره الاولى وبيروغ لاعب وبيروغ التاني، وبيدي بينيه وبيلاحظ ورؤيته في الملعب كويسه جدا، وبيدي بينيه لهالاند اللي اتحرك ما بين فان دايك، وودى هالاند راس براس مع اليسون وانفراد تام مع اليسون وخلاه سجل هدف. ده في الشق الهجومي. في الشق الدفاعي لوحده على محمد صلاح كان خاني محمد صلاح جدا، ما كانش مخلي محمد صلاح يستلم بشكل مميز او بيستلم بشكل حلو او يلف وشه حتى للملعب، تماما كان خانق صلاح جدا جدا جدا. طب اكي لوحده قافل على محمد صلاح؟ لا ده كمان بيب جوارديولا بيميل على اكي اكانجي وبيميل عليهم كمان برناردو سيلفا. انا عايز اقفل الضبه ومفتاح لصلاح وارنولد، ما خليهمش يظهروا تماما، وده اللي نجح فيه بالمناسبه بيب جوارديولا في الشوط الاول. الشوط الاول ليفربول غريب، في ارتباك مش مبرر، سواء بقى من لعيبه نص الملعب اللي النهارده الثلاثي ماكاليستر وسوبسلاي وجونز، الثلاثه ما استخلصوش ولا كوره طول الماتش، ما استخلصوش ولا كوره، ما قطعوش ولا كوره من لعيبه مانشستر سيتي، ولا رودري ولا فودين ولا الفاريس ولا هالاند ولا برناردو ولا دوكو ولا اي حد، ما استخلصوش ولا كوره، كانوا سيئين لدرجه كبيره النهارده من وجهه نظري بصراحه، سواء ماكاليستر او سوبسلاي او جونز. جونز ده تحس اللي هو جاي ماتش، انا اللي جابني هنا، انا ولا عارف استلم ولا عارف اسلم ولا عارف اقطع ولا عارف ابني هجمه مرتده ولا عارف ابني لعب ولا عارف اعمل اي شيء. جونز كان من أسوأ لعيبه ليفربول النهارده، من أسوأ اللعيبه النهارده. الشكل الدفاعي بتاعك انا عارف وانت عارف ان ليفربول من بدايه الموسم هو سيء دفاعيا، هو مش كويس دفاعيا، هو بيستقبل فرص كتير دفاعيا، هو نوعا ما بيتهدد كتير، ولكن اللي بينقذ ليفربول في كل مره هو اليسون. اليسون في كل مباراه ليفربول بتلاقيه بينقذ ليفربول، بيشيل ليفربول، بيشيل انفرادات، بيشيل كرانر، بيشيل ضربات جزاء، بيشيل فاولات، بيشيل حاجات كتير. اليسون هو اللي شايل ليفربول، وهو اللي مخلي منظومه ليفربول من اقوى المنظومات الدفاعيه هذا الموسم، هو ليفربول مع ارسنال. النهارده اليسون لما شفناه غيرت مره والثانيه والثالثه تلبس جون، بتلبس جون في ظل انت سيء دفاعيا. طب انت سيء دفاعيا ليه؟ اولا انت ما بتلعبش بلاعب نمره 6 صريح، اندو جبته وركنته جنبك على الدكه، اندو لاعب افريج او تحت الافريج كمان، ما لعبش ماتشات دوري انجليزي، اخره يلعب كرباو واخره يلعب اف اي كاب، يلعب يوروبا ليج، ما لعبش ماتشات دوري انجليزي، فانت جبت اندو وركنته، فبالتالي بتلعب مين نمره 6 بتلعب بيه؟ اليكسيس ماكاليستر. ماكاليستر مش لاعب نمره 6، يعني ماكاليستر مش لاعب نمره 6، فبالتالي بقى عندك مشكله، اي حد بيعدي نص الملعب بيقابل الدفاع في وشه على طول. فالدفاع بقى شويه اخطاء من ماتب، على نوعا ما اخطاء ممكن فان دايك يسرح، ارنولد اخطاء متكرره، سيميكس او روبرتسون اخطاء متكرره، فبالتالي انت بقى عندك مشكله في الشق الدفاعي. والنهارده لما اليسون كمان بقى عنده مشاكل بقت سيء، بقت مش عارف تهدد مرمى سيتي طول الشوط الاول، مش عارف توصل لمرمى الدفاع لمرمى الخصم، بقى في سرحان في الشق الدفاعي وفي سرحان في الشق الهجومي. نونيز وصلاح وجوتا سرحانين مش موجودين معانا، سوبوسلاي مش اللاعب اللي احنا شفناه في الماتشات اللي فاتت، النهارده كان في سرحان كتير، كان في اخطاء كتير، كان في شكل كتير مش كويس. فالحته الدفاعيه بتاعتك كان شكلها سيء جدا، بانت في الجون. انت في الجون بتاعك غلطه من اليسون بيلعب ايده ورجل غلط، بتنزل لاكي، اكي بيستلم الكوره، ماكاليستر
ارنولد سرحانين، ارنولد بيترقص ترقيصه ساذجه جدا 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 جدا، ومن اسوأ لعيبه الماتش النهارده. حتى الجون اللي جابه من يعني الجون اللي جابه مش هيغير كلامنا، لا هو من اسوأ لعيبه الماتش ارنولد النهارده، بيترقص بطريقه ساذجه جدا الكوره، وماكاليستر وماتب بيتعزموا مين فيهم اللي يضغط على اكي. خطا من ماكاليستر ما ضغطش، ولو دي شغلته اللي هو لاعب نمره 6 يضغط ما ضغطش، ودي المشكله اللي كنت بكلمك عليها. ده واحد. الاثنين ماتب اتشتت، يا اما كان يطلع يكبس ويقابل مع ماكاليستر مع اكي، يا اما كان ينزل ويامن مع هالاند. فماتب ما عملش ده، ولا امن مع هالاند ولا ضغط على اكي، فاكي بقى عنده الحريه ان هو يباصي لهالاند عادي جدا، وهالاند بقى لوحده تماما ما بين ماتب وما بين فان دايك، لان فان دايك برضو غلط وفي ظل ان ماتب مشغول اضغط والله اقف، فان دايك وقف مكانه ما رحلش وقفل على هالاند. فلما هالاند استلم ماتب بقى بعيد، فان دايك بقى بعيد، بقى لوحده تماما هالاند لوحده وش لوش مع اليسون، سجلت جول 1-0 الشوط الاول. في ظل انت كنت ممكن تخرج ثلاثه، يعني انت كنت ممكن تخرج ثلاثه باخطاء بقى الدفاع واخطاء اليسون واخطاء نص الملعب وكل الكلام ده. فانت حمدت ربنا وتمسكت بعد الجول، لان الخمس دقائق اللي بعد الجول اللي بيجيبه سيتي بيبقى شرس جدا، فانت عرفت تتماسك وتخرج الشوط الاول 1-0 تمام. دخلت الشوط الثاني شكلك نوعا ما افضل، نوعا ما كان شكلك افضل على مستوى الهجوم، بتحاول توصل بتحاول تهدد. جيت في لقطه بعيده عن جوتا اتصاب او ما اتصابش لسه ما نعرفش، كان لازم تسحب جوتا وتنزل لويس دياز. كنت محتاج اللاعب اللي يتحرك بشكل عشوائي، اللاعب اللي يعمل حاجه غير متوقعه، اللاعب اللي يخلي الشكل اللي قدامك او الفريق اللي قدامك او الخصم اللي قدامك ما يعرفش هو هيعمل ايه. فكان لويس دياز لازم ينزل في الوقت ده، ولكن خروج سوبسلاي في الوقت ده، انا شايف ان سوبسلاي ما كانش يخرج، ممكن في اي لقطه يسدد يودي صلاح يودي نونيز. انا مش شايف ان سوبوسلاي كان يخرج، على قد ما هو كان ما كانش كويس النهارده، ولكن انا عندي مشاكل مع يورجن كلوب، وعندي مشكله كبيره في حته ان انت تلعب بجاكبو نمره 8. دي مشكله بالنسبه لي، جاكبو اصلا مش عارف يأدي ولا في الوينج ولا في المهاجم، فبتلعبه 8 ومين قدام سيتي؟ سيبك من الماتشات اللي فاتت كان ممكن يحاول يزق، لكن النهارده ضد سيتي مش هتعرف، مفيش. وبعد كده خلاص بعد ما سجلت التعادل، هو بيب جوارديولا طول الماتش بيحاول يقفل على ثنائيه صلاح وارنولد، فلما صلاح ظهر وارنولد ظهر ليفربول اتعادل. فلما ليفربول اتعادل خلاص نوعا ما الدنيا هديت، كنت مفروض تدوس اكتر وتجيب التاني، لكن انت قررت فجاه انا هسحب كل مفاتيح لعبي، انا هسحب ماكاليستر، انا هسحب نونيز، هنزل اندو وهنزل إليوت ودخل صلاح كمهاجم، وغربلت الدنيا تماما ونزلت تحت الكوره وبتدافع. خلاص انت رديت بالتعادل، متفهم انت بتلعب سيتي في الاتحاد، بتلعب سيتي في ارضه، وانت عرفت تخطف نقطه منه وتعرف تخطف تعادل وتعطر نوعا ما شويه، وممكن يقع في الماتشات الجايه، ممكن الماتش الجاي ضد توتنهام يمكن يقع ويخسر سيتي الله اعلم، وانت تكسب وتتصدر. ممكن ليفربول بالليل ارسنال وبكره توتنهام ما يكسبوش، فبالتالي تبقى لسه قدامك فرصه ان انت تتصدر في الماتشات اللي جايه. فلسه الدوري لسه طويل، انت لسه في ثلث الدوري في الجوله ال 12 ولا الجوله ال 13، فانت لسه عندك وقت، لسه بدري على حسم الدوري او انت تنافس على الدوري، لسه بدري جدا 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 عن كل الكلام ده. سيتي هيقع وليفربول هيقع وارسنال هيقع وتوتنهام هيقع، ولسه بدري قوي 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 على حسبه الدوري ديا. فمباراه النهارده خلاص خرجت حبايب، سيتي لعب شوط، ليفربول نوعا ما كان الشوط الثاني كان كويس، فخرجت حبايب. انت اديت هدايا لارسنال وتوتنهام اللي هم يتصدروا عليك النهارده، لو كسب ارسنال يبقى متصدر فرق نقطتين عن ليفربول وفرق نقطه عن سيتي. فانت المباراه دي خرجت ولا ده استفاد ولا ده استفاد، المستفيد الوحيد او الاثنين المستفيدين في مباراه النهارده هم توتنهام وارسنال. بس في الاول وفي الاخر هارد لك سواء ليفربول وهارد لك لسيتي، كان ممكن ده يكسب وممكن ده يكسب في الاول والاخر بقرار شخص واحد، هو رايي انا في مباراه ليفربول وسيتي. قول رايك انت في الكومنتس وتوقعاتك، هل ليفربول قادر على المنافسه لاخر الدوري على الدوري، ولا هيقع وهيبتعد عن المنافسه واخره يلعب على مركز مؤهل للتشامبيونز ليج السنه الجايه؟ قول رايك في الكومنتس، وما تنساش دعائك لكل اهل غزه وللناس في غزه، ادعي لهم، ولو كمان تقدر تتبرع وتقدر تساعد هتلاقي التبرعات كلها في الديسكربشن تحت، والارقام بتاعت التبرعات هتلاقيها في الديسكربشن تحت. ما تنساش تعمل لايك للحلقة، ما تنساش تعمل اشتراك في القناة لو ما تشوفني، فعل الجرس عشان يجيلك حلقات اول باول، اتابعنا على السوشيال ميديا بتاعتي فيسبوك وتويتر انستجرام هتلاقيها في الديسكربشن تحت، واعمل شير على فيسبوك لتويتر على تويتر. كان معاك مصطفى، اشوفكم الحلقة الجاية، سلام.